أشاد رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني بحرص الشعب التركي على استمرار ممارسة الديمقراطية من خلال المشاركة في الانتخابات الأخيرة. وذكر المكتب الإعلامي لرئاسة الوزراء في بيان إن رئيس مجلس الوزراء محمد الشاع السوداني أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان وهنأه بمناسبة إعادة انتخابه رئيسا لتركيا. وأضاف البيان إن رئيس مجلس الوزراء أكد خلال الاتصال تطلعه بأن تكون المرحلة القادمة مرحلة تعاون وتطوير مستمرين للعلاقات بين البلدين، مشيدا بحرص الشعب التركي الصديق على استمرار ممارسة الديمقراطية من خلال المشاركة في الانتخابات الأخيرة. بدوره أعرب الرئيس التركي عن شكره واعتزازه بتهنئة رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا الرغبة بالعمل المشترك من أجل ارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين الجارين لما فيه خير للشعبين الصديقين.